для калиматы Ефима. Я, ваш покорный слуга, будем работать так же напряженно, но с большим результатом, чем до сих пор. У нас есть نحن لدينا كل الفرص للتوصل الى نتائج محدده. كانت هناك خلال الحملة الانتخابية، كيف ترون التعامل مع الشراكة التي أو أنه خصم؟ أما فيما يتحدث عما تحدثتم عنه من الكارثة، فإن أول ما يأتي في بالنا فإنه لو أنها كانت عملية عسكرية لمواد سامة فكانت قد أدت إلى موتهم بلحظتها. ولكن أؤكد أن ليس لروسيا مثل هذه المواد. نحن كنا قد قضينا على كل المواد الكيميائية، ونحن نأمل من كافة شركائنا الذين وعدوا بأن يقوموا بنفس الشيء لم ينفذوا إلى هذه اللحظة للأسف، ونحن جاهزون للتعاون. وفورا قلنا هذا الكلام وجاهزون للقيام بالتحقيقات المطلوبة، ولكن نود أن يكون هناك نفس الشيء من قبل الجهة المقابلة. أما بشكل عام فأعتقد أن أي إنسان عاقل يفهم أن هذا هراء، وأن ممكن أن روسيا تقوم بمثل هذه التصرفات على أبواب الانتخابات الرئاسية وبطولة العالم بكأس بكرة القدم. ورغم ذلك نحن جاهزون للعمل المشترك ولمناقشة أي مواضيع وتجاوز أي صعوبات. شكرا. في الانتخابات كان هناك مشاركة كبيرة وإقبال كبير، ولكن بعض جيراننا حرموا مواطنين من حقوقهم بالتصويت. كيف تقيمون هذا الأمر؟ هذا خرق لكل القواعد الدولية والقوانين الدولية، وروسيا لن ترد بأي شكل، لأنه بالنسبة لنا الشعب الأوكراني هو شعب شقيق لنا، ولن نقوم بأي فرض أي قيود، وإنما على العكس سوف نقوم بكل ما بوسعنا لكي يشعر المواطنون الأوكرانيون في روسيا وكأنهم في بيتهم. في الأمس أنتم قدمتم التهنئة للسيد شي جين بين. كيف ستكون هذه التعامل مع الصين؟ الرئيس شي جين بين يضع أمام دولته وأمامه مهمة هامة جدا وكبيرة، هو تطوير الصين، وأتمنى له بأن ينجح في هذا الأمر. فإذا كان هناك أمور ضخمة لفكرة السيد رئيس شي جين بين لبناء طريق الحرير، وأنتم تعرفون، ولن نتحدث على اتجاهات تفصيلية لتعاوننا، ونحن نرى أن هذا المشروع هو يتطابق تماما مع مشروعنا لبناء الاتحاد الأوراسي الاقتصادي، وأيضا بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. فهنا مصالحنا تتطابق تماما، فلدينا هنا أمور وعمل كبير محدد مشترك. الصين تعتبر شريكنا الاستراتيجي، ونحن المستوى العلاقات عالي جدا مع الصين، ونهنئ الرئيس الصيني بانتخابه لمرحلة جديدة، وأنا واثق بأن القيادة في الصين ومن جهتنا من روسيا أيضا سوف نعمل بكل ما بوسعنا لتطوير هذا التعاون والعلاقات. وسؤال آخر، قولوا لي وكالة تاس، متى يمكن أن ننتظر التغيرات في الإدارة الرئاسية بعد التنصيب؟ هذه المشاريع يتم بعد أن يحصل الرئيس على المنصب بشكله الرسمي، ولكن التغيرات سوف تتم بعد التنصيب الرسمي. هل أنتم حددتم من هو رئيس الوزراء الجديد، أم أنه سيبقى رئيس الوزراء ميدفيديف؟
فهل سيقوم هناك أي إصلاحات اقتصادية؟ أنا لهذه اللحظة لن أخطط لأي إصلاحات دستورية. أما فيما يتعلق بالحكومة وبشكل عام أنا أفكر، ولكن بشكل تفصيلي سوف أبدأ أفكر منذ اليوم، لأننا كان علينا أن ننتظر نتائج الانتخابات، ولكن كل التغييرات سوف يعلن عنها بعد التنصيب الرسمي. ماذا تفكرون حول كيف تعود الولايات المتحدة إلى أمريكا اللاتينية؟ نحن نعرف دائما أن العلاقات بين الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية هي معقدة لأنها تستخدم الضغوط الاقتصادية والسياسية، ولكن آمل على أن الإدارة الحالية سيكون لها الإمكانية لأن تنجز وتبني العلاقات على مستوى القرن 21 على أساس المساواة واحترام مصالح الطرفين، ونحن لنا مصلحة بأن يكون العلاقات في كافة القارات وعلى كافة القارات أن تتطور بشكل إيجابي، وعلى أساسه تبنى العلاقات الدولية. أود أن أؤكد أو أتأكد من أن هل ترغبون العودة إلى الانتخابات الرئاسية في عام 2030؟ أنتم ما تتحدثون عنه مضحك بعض الشيء، فهل تتوقعون أنني سأبقى أو أعيش لمئة سنة؟ هل تخططون للقاءات مع مرشحين؟ نعم أنا أخطط لهذا اللقاء، لم أحدد هذا الوقت، وإدارتي سوف تتصل بهم وسوف أدعوهم وسوف أدعو جميع المرشحين. نعم، نحن هل سنرى في الست سنوات القادمة نفس بوتين أم بوتين جديد؟ كل شيء يتغير، كل شيء يتغير. شكرا، نحن جميعا نتغير.